مناني وعياد يحلى المعاد في سيرة البلاد خشينا عنات في شنو خطرها ناني ناني نعم زعمة شيع المغرب خطرها خطرها تأليف إلهام باللامة تمثيل عبد القدوس العساوي ومروى محمد زعمك الشمس طاحت ولا مازال حس ندايخ يا ودي ما عاد عندي جهد للصيام زعمك العيد قرب سمعنا وسلمنا صام يوم في رمضان قلم تيتم ما زلنا في الأولات والأولات سهوب والتانيات العوب والأخرات سلالات القلوب قيسها رمضان هالعام سلالات القلوب هي لولا استغفر الله الله يبعدك يا شيطان خلي الواحد ينوض يدير عليه الماء يمشي للجامعة يعطي حق ربي ويرجع يتمرقد شنحسك قلت ترقد يا والله عليك نهار وانا من الافجار سارية الراجي فيك امتى تطلع عندي شوية حاجات ناقصتني في الكوجينة راك تبطلي طلبات كل رمضان وانت جيب هات اراهو الماكلة تبي فلوس والقروش وينهم اوينهم في المصرف غير انت يا سبلتي باش نتسبل الحال حال صيام وما عندي جواج ندعك ولا نوقف الطابور هدا كان ما جاني شلبوخ سمح على زومتي ولا رصاص اشبح من وين كيف كيف نقعد ونمص فريقنا ونغير فطور راك درت بطاقه مصرفيه زيك زي الناس خوتك اللي بيين لما تزحموا وشدوا الطوابير ما هناك عماهم لا عقل ولا دباره ما يبوا غير خوده الراس وواقي رصاص اسس حس النقال يرن الو شن حالك يا تراس؟ ايه وبه مشكور يا معنقر مناني يا مناني زغردي وهاتي البشارة بشرك بالخير يا سيدي اف ممكن تتكلم يا عياد يا حنة هدا ولد سيدي حطوه مدير مصرف كول ووكل الشه وين يجيها المصرف هدا هدا مصرف خود وهات خبرني قال لي تو تجيني وكرعيك في سلامتك لا تشد طابور ولا تدفع قروش تشد الدور خوده في ليساتك وسقط الله غالب الناس مش سوا صفوا النية ساتكم واسطة ومحزوبية شن هالكلام يا ولية مالنا ومالهم اخطى راسي وقص المهم بدي عندنا باور وكتف والناس لولا قالت الدنيا بالوجوه والاخرة بالفعايل زعمك شيع المغرب مناني وعياد يحلى المعاد في سيرة البلاد خشينا عنات في شنو خطرها ناني ناني نعم زعمة شيع المغرب خطرها